السلام عليكم. فرحانة بزاف بهذا الحفل وهذا التتويج. ما تصوروش مدى الفرحة ديالي. على الأقل كنحس بأن كاين هناك اعتراف وسورتو من ولاد بلادي ولاد مدينتي اللي كنكن لهم كل تقدير والاحترام. تحية إليكم تنتوما وشكرا على تواجدكم معايا وكتعيشوا معايا كاع لي زيفينمون ديالي. الحمد لله على نعمة النسيان. أكرهت وما جيت عياني كلام. عمري كله وأنا عايش في وهام. غمرت والصورة كنشكرهم بزاف اللي داروا لي ضيف شرف من خيرات وليدات البلاد وولاد منهم هيم بطران وما نساوش عصام اللي هو دابا هو الدرابو ديال الجديدة. كيف ما كتشوفوا حنا حاضرين في التكريم ديال الهند دابا تراب اللي مشرفنا في مجال ديال سباق السيارات كتمثل المدينه الجديده وكتمثل المغرب. انا فخور بها يعني كجديدي وكنحتفل بها انا كمغربي لان بنت بلادي وكنتمنى لها التوفيق ان شاء الله وكنتمنى سورتو يكون الخلف يعني يجيو بطلات واحدين اخرين عاوتاني اللي غادي رومبلاسيوها واللي غادي يجيو من بعد منا ان شاء الله ويشرفونا. تنشكر الناس اللي عاونونا في التظاهرات حتى نجحات وخلقينا صعوبات مع بزاف ديال الناس ولكن الحمد لله بالرفقه ديال واحد الشباب من مدينه جديده تعاونوا معنا عصام كمال هند ابا تراب اللي على قبل حين هذا الحفل هذا. بغينا التظاهره ما توقفش هنا بغينا النسخه الثانيه الثالثه علاش لا ونلقاو الناس اللي تعاونوا معنا ويعطيونا الحضن ديالهم بحكم حنا ابناء جديده. تحيه كبيره لشباب مدينه جديده اللي قاموا بهذه المبادره الطيبه اللي كتزامن مع عيد المراه وكرموا الرياضيه ديالنا الكبيره وكانوا بزاف ديال الحضور اللي بصراحه شرفونا وعطوا واحد الصوره زوينه على شباب مدينه جديده. السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. معكم خوله مهيب سن 20 سنه مدونه او يوتيوبر مغربيه بالضبط من مدينه جديده. عندي قناه على اليوتيوب كنشارك فيها كل ما احب كل ما كيعجبني. فوالا واليوم شرف لي انني نكون حاضره في هذا التكريم ديال السابقه هند ابا تراب. صراحه فرحانه بزاف وبالنسبه للمدينه الجديده جاتني بدات كتطور وبدات كيبانوا فيها مواهب جداد وهذا الشيء اللي كيعجبني بزاف وكنتمنى التفوق لكاع ولاد مدينتي وليا حتى انا وشكرا لكم حتى انتم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.